ازيكم عاملين ايه؟ اتحدى العالم صبر الرباعي كان فيه اكتر من حد طلبها. كورداتها بسيطه جدا، عباره عن دي ماينر فريت الخامس 1 2 3 4 5 سلايد من الاي ماينر و جي ماينر فريت الثالث سلايد من الاي ماينر وال سي اللي هو ده. بس ممكن نعوض احنا على الجي ماينر بننزل تحتيه على طول الكورد السي، وبعديها كورد الاف ميجر تحتيه على طول البي فلات ميجر اللي هو الاي ميجر في النص نحط البار، ونرجع تاني جي ماينر ومعنا الاي ماينر اللي هو ده. فاحنا ممكن نلعب بعض الكوردات متاحة ان انت تلعبها اوبن، زي مثلا الدي ماينر كورد السي ممكن نلعبه كده، تمام. كورد الاي ماينر ممكن تلعبه كده. سيبنا ان احنا بنلعب كل اغنية بار، فانت اتعلم البار وخليها كلها بار افضل. يبقى بداية الأغنية ممكن تلعب أول مرة فينجر ستايل بي 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 أي إم إيه، أو إن أنت تلعب ممكن داون بس من تاني دايرة تبدأ في الرزق. الترتيب زي ما شفت في الفيديو، هو أول كوبليه وبيتعاد دي ماينر جي ماينر سي بعديها اف ميجر بي فلات ميجر جي ماينر اي ماينر، ده الترتيب وبيتعاد مرتين. الكوبليه الثاني نفس الدايره بس نصها بس لحد الاف ميجر، يعني بدايتنا الدي ماينر جي ماينر سي اف بس. هي دي كل اغنيه، اغنيه سهله جدا وبسيطه وجميله. وبالنسبة للريتم الإيد اليمين على كل كورد نقسمه جزئين، داون داون أو بس أول جزء، يبقى داون داون أو بس داون أو أب أو بس. يبقى خلي الإيد اليمين جزئين، داون داون أو بس أول جزء، داون أب تاني جزء. هتلعب على كل كورد نفس الريتم ده، مش هيتغير طول الأغنية. يعني مثلا تغير الكوردات بس، تمام. فاحنا بنغير بس الكوردات في الايد الشمال وريتم الايد اليمين ثابت. دي كانت كل كوردات بتحدى العالم الأغنية الأصلية، وإن شاء الله هنزل لكم الأغاني اللي انتوا طلبتوها، أنا كاتبها عندي هنزلها لكم برضو في الفيديوهات الجاية. أشوفكم في فيديو تاني، سلام.